انتهت البطاقات التي طلبتها يا فاطمة. ما هو درس اليوم يا فاطمة؟ حرف الألف في وسط الكلمة. ما رأيكم قبل أن أخذ البطاقات إلى الروضة أن يسحب كل واحد منكم بطاقة لنعرف ما فيها؟ موافق، كل واحد يسحب بطاقة. ليبدأ ملسوم. اسحب عني يا هشام. حسناً. خباز. 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 كلمة خباز في وسطها حرف الألف. اللون الأحمر. اعتني بالخباز يا ملسوم، فهو الذي يصنع لنا الخبز. حاضر. أنا. خياط. 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 كلمة خياط في وسطها حرف الألف. أيضا باللون الأحمر. اعتني بالخياط يا خليل، فهو الذي يخيط لنا الثياب. حاضر. والآن جاء دوري. نجار. نجار. كلمة نجار في وسطها حرف الألف. اعتني بالنجار يا هشام، فهو الذي يصنع لنا الكراسي والأثاث. حسنا. وهذه البطاقة الأخيرة لبدور. أستاذ. أستاذ. كلمة أستاذ في وسطها حرف الألف. أكرم الأستاذ يا بدور، فهو الذي يعلمنا. انتهت البطاقات يا هشام، ولم يبقى عندنا أسماء في وسطها حرف الألف. لا، عندي. ماذا عندك؟ اسمي أنا هشام. 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 كلمة هشام في وسطها حرف الألف. اعتنوا بهشام يا أخوان، فهو من أهل الحي.